الف مبروك الفوز، مباراه كبيره. معانا بقى نجوم المباراه نادين السلعاوي. يعني نادين الف مبروك. المباراه يمكن كان فيه سوء توفيق كبير جدا في الكوارتر الثاني، ولكن الحمد لله قدرتوا ترجعوا واعتقد فرقتوا كمان في النهائي. الف الحمد لله يعني على الفوز. اولا عايز اسلم على بابا في الاستوديو، وثانيا احنا يعني ده كان طبيعي سواء كان في ارهاق، احنا بقى لنا 4 ايام بنلعب مع بعض يعني ورا بعض، وكمان يعني بنلعب مجهود ماتشات كويسه وماتشات جامده. الحمد لله قدرنا نجمع نفسنا في الكوارتر الثالث وقعدنا نعوض، وقدرنا يعني نظهر بالمنظر اللي احنا المفروض نظهر بيه، واكيد لسه عندنا احسن بكتير قوي من النهارده. يعني كده تايم اوت كابتن طارق طلبه، كنتوا بتتكلموا في ايه؟ خاصه ان كان في سوء توفيق كبير جدا في اكتر من كوره. هو كان في فعلا سوء توفيق زي ما حضرتك قلت، احنا كان تركيزنا اكتر مع الديفنس، اللي احنا الديفنس اللي هيخلينا ممكن نجري، ممكن نعرف نحط باسكت سهله، هيخلينا نجيب نفسنا في الاوفنس ويخلينا يدينا ثقه اللي احنا نلعب اوفنس ونجيب الباسكت. الحمد لله قدرنا ننفذ يعني البلان دي بتاعه الكوتش، والحمد لله يعني ربنا قدرنا وحسمنا الفوز. جمهور الاهلي النهارده اللي كان موجود في الصاله وكل جماهير النادي الاهلي بيسالكم في كل مكان، تقول لهم ايه؟ شكرا جدا لجماهير الاهلي، والله يعني احلى 40 دقيقه يعني كانوا موجودين فيهم معانا، هم اللي شجعونا، ويعني واحنا نوعدهم بكل بطولات السنه دي ان شاء الله. شكرا، ومستنيين الصور ان شاء الله يوم 24 ان شاء الله. ان شاء الله مكملين مع حضرتك كابتن عيسى، ومتضامنين واحده من نجمات الفريق النهارده واللي فرقوا بشكل كبير جدا رنيم الجداوي. الف مبروك الفوز، مباراه كانت صعبه عصيبه في بعض الاوقات، ولكن الحمد لله قدرتوا تحسموها في النهايه وتحسموا بطوله مهمه جدا. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله المباراه كانت في الاول طبعا زي ما كنا شايفين كانت مقفله شويه، احنا ما كناش مركزين، كنا متسرعين، بس الحمد لله في الهاف تايم كابتن طارق اتكلم معانا وكده واشادنا، والحمد لله نزلنا الثالث والرابع كسرنا الدنيا الحمد لله. اجهاد ومشاركه مع المنتخب واكتر من لعيبه كانتش موجوده، لكن الحمد لله كلكم كنتوا على قدر المسؤوليه، واعتقد النهارده مباراه كبيره جدا. دي حقيقه، كان في احنا 4 كنا في المنتخب وكده، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ناخد البطوله دي، وان شاء الله نستعد بقى لبطوله السوبر ان شاء الله يوم 24 باذن الله. الف مبروك، ومستنيين السوبر زي ما قلت يوم 24. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا ان شاء الله. مكملين كابتن عيسى، ومن ضمننا واحده من نجمات الفريق سرايا محمد. الاول الحمد لله على السلامه، الف مبروك الفوز، الف مبروك البطوله، يعني تقولي ايه بعد فتره الغياب دي؟ وتقولي الجمهور الاهلي الكبير اللي كان موجود النهارده. والله عايزه اقول مبروك للفرقه ومبروك للجهاز الفني والجمهور، دي تاني بطوله لينا السنه دي، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب بعد ما كنا متاخرين في الكوارتر الثاني، وبصراحه دعم الجمهور وتشجيعهم لينا هو اللي رجعنا للماتش تاني، واحنا بنتمنى وجود الجمهور دايما عشان نفرحهم، وعايزين الجمهور بصراحه يبقى معانا على طول. يوم 24 ان شاء الله ماتش السوبر، خلاص بطوله وعدت ان شاء الله ماتش السوبر مع سبورتنج، عايزين وجود الجمهور عشان نفرحهم زي ما احنا معودينهم. يعني شلبة او كابتن طارق كمان في اكتر من تايم اوت كنت بتكلموا في ايه؟ خاصه كان في سوء توفيق قوي في اخر الكوارتر الثاني واول الكوارتر، اول الكوارتر الثاني واخر الكوارتر الثالث كمان. والله احنا كلنا اتكلمنا ان احنا عايزين ندافع كويس، واحنا لو دافعنا كويس هو ده اللي خلينا نكسب، وده اللي حصل فعلا في الثالث والرابع، قدرنا ان احنا ندافع كويس، جرينا على هليوبلس. هليوبلس طبعا فريق محترم عامل ماتشات هايله، وكان ند قوي بصراحه معانا لحد اخر دقيقه، والماتش ما كانش سهل خالص، وكمان وسط وجود الجماهير ده كان ضغط وحافز لينا ان احنا عايزين نكسب فرق سكور، وده فعلا اللي حصل. اتكلمنا مع بعض ان احنا لازم ندافع، والحمد لله دلوقتي كسبنا البطوله، وانا مبسوطه جدا من الفرقه بصراحه. معاكم 10 ايام ان شاء الله قبل بطوله السوبر، شايفه بطوله السوبر زي بتقول الجمهور النادي الاهلي ايه عن بطوله السوبر؟ والله ماتش السوبر طبعا هي ماتش ببطوله، ده يمكن هو ده صعوبته، ان ماتش السوبر والكاس بيبقى النظام صعب قوي، ان هو بيبقى ماتش ببطوله. عايزه اقول للجمهور مبروك على بطوله النهارده، مبروك على بطوله المرتبط، وبتمنى تواجد الجمهور اكتر من كده، ويكونوا موجودين معانا ان شاء الله في ماتش السوبر ان شاء الله. شكرا سرايا، ومسلمتكم بطوله السوبر، ودايما يسلمكم كل البطولات. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا. كابتن حسام، دي لقاءاتنا مع نجمات النادي الاهلي عقب الانتهاء المباراه وعقب تتويج النادي الاهلي ببطوله منطقه القرار كره السله. مكملين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات، كلمه حضرتك اتفضل كابتن عايز.